أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي اليوم الجمعة عن قائمة تتكون من 25 لاعب سيخوضون مباراتي أوغندا وتنزانيا في شهر جوان المقبل في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا 2023 في الكوتيفوار. واختار بلماضي توجيه الدعوة للعديد من الوجوه الجديدة والشابة لإطلاق مشروع تخدمة جديدة في صفوف المنتخب الجزائري بعد انتكاسة كأس أمم إفريقيا الماضية والإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر. وقرر بالماضي ضم 7 لاعبين جدد في قائمة محاربي الصحراء، حيث استدعى حارس مرمى أونجي الفرنسي أنطونيو مانديريا، وفي خط الدفاع لاعب كليرمون فوت الفرنسي حكيم زدكا، ولاعب وافيشتا البرتغالي يانيس حماش، وفي وسط الملعب ضمت القائمة لاعب كورتري البلجيكي عبد القهار قادري، وفي الهجوم تم استدعاء لاعب نيس الفرنسي والموهوب بلال برامي والتي كانت تنتظره جميع الجماهير الجزائرية، ولاعب كلوج الروماني بلال عمراني، ولاعب وفاق سيف الجزائري رياض بن عياد. وهنا بدورك عزيزي المشاهد شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد.